بس انت متعوده على مسابقات القران الكريم، انت دخلتي في مسابقات محليه واقليميه وكمان حصدتي مراكز عظيمه. الحمد لله، يعني مثلا انا اخدت 6 مراكز متتاليه على محافظتي الحمد لله بفضل الله. كانت مسابقات تقيمها لوزاره الاوقاف في المحافظه، وكان بيشرف عليها دايما محافظ كفر الشيخ. كنت بقى بقدم طبعا في مسابقات محليه ودوليه. المحليه مثلا حصلت على مركز اول على الجمهوريه قريبا في مسابقه تلاوه القران الكريم تبع وزاره الشباب والرياضه، وحصلت على مركز ثاني على الجمهورية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم في مسابقة تقيمها وزارة الأوقاف. بس قولي لي أنت إمتى ابتديتي تحفظي القرآن، ومين اللي علمه لك، ومين اللي شجعك؟ يعني احكي لي بالتفصيل والتسلسل. بدأت حفظ القرآن من وأنا عندي 3 سنوات. كان وقتها والدي توفى الله يرحمه ويغفره. بدأت حفظ القرآن مع محفظي الشيخ أحمد طلال. ايه ده هو هنا؟ يا اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، شرفتنا، اهلا بيك. حضرتك من كفر الشيخ برضو؟ ايوه. مين اللي اخدك من ايدك وقال انك هتحفظيها؟ والدتي طبعا. والدتك؟ ايوه. اهلا بيكي. ايوه بس شكل والدتك شكلها صغير قوي، يعني باينه كده صنطوطه. هو حضرتك مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك النهارده، وربنا يبارك فيكم ودي بنتكم طبعا. اشكرك، انت اللي مشرفانا. يعني والدك يا زهراء توفى وانت عندك 3 سنين. بالظبط. يعني حضرتك اترملتي وولادك صغيرين قوي، الزهراء و كان عبد الرحمن. عبد الرحمن، اهلا يا عبد الرحمن، ده نسقف له برضه كمان. معنى يعني عبد الرحمن. فاترملتي صغيره. التوفيق من ربنا سبحان الله وتعالى. كان عندك كام سنة بقى؟ كان عندي 22 سنة وقتها. جوزي متوفي 2007، بقاله 14 سنة تقريبا. وما تجوزيش بقى؟ لا، أنا عندي ولادي بالدنيا وما فيها الحمد لله، وسعيد جدا كان نفسي هم يبقوا حافظة كتاب الله، وربنا ناولها لي الحمد لله. فأنت خليتيهم يحفظوا القرآن من هم صغيرين، يعني في أيدي أمينة. الحمد لله الشيخ أحمد الله يديه الصحة كان معايا من البداية يعني. الشيخ احمد بقى، الزهراء تعبتك وهي صغيره في الحفظ؟ اكيد اكيد، احيي صراحتك دي جدا. كطفله قصدي، كانت شقيه وقليله التركيز ولا لا مركزه؟ لا صراحه ما شاء الله عليها، هي من صغرها يعني هي كانت بنت موهوبه وحبوبه، والاولاد نفسهم بيحبوها، وصراحه احنا كلنا كنا بنحب نسمع صوتها وما زلنا بنحب نسمع صوتها لانها ما زالت متميزه. طب قول لي احساسك بايه وانت شايف بنتك بقى اللي انت حفظتها القران وهي قاعده في هذا المجلس الكبير المهيب وبتتذاع على شاشه التلفزيون، وهي اللي بتفتتح الجلسه الاولى في المؤتمر. سعاده الوالد لبنته سعاده لا يعلمها الا الله، والان قد آن لي أن أفتخر. كلنا بنفتخر الحقيقة، كلنا بنفتخر. أنت متخيلة أن أنا الآن يعني أحصد ما زرعت. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب. غلبتيه شكلك. هو أنت هادية كده وكيوت قدامنا بس ولا في البيت كمان؟ الله زهراء طول عمرها رزينة، انا بقيت بتعلم منها يعني دلوقتي. انا بتعلم منها. كنت مشرفه مضمونا طبعا، وشكلا يا زهراء كان فستانك حلو وكانت جلستك حلوه. سالتي مين؟ استشرتي مين؟ ما هم جايبينك من الدار للنار على طول. امي. عملتوا ايه؟ الاول كنت بفكر ازاي يكون يعني في مجلس زي ده، فلازم يكون هيئتي كويسه طبعا. تكون طبعا هيئتي كويسه. فبعدين قعدت فكرت انا وامي في حاجه تكون كويسه، قالت لي احنا هنفصل لبس. فيعني قطعنا قماش وجبنا موديل، ورحت للترزي عندنا من بلدي من دسوق. اسمه استاذ محمد الجنايني. هو فصل لي الفستانين، يعني الفستان ده قمر. اللي كنت حضرتك قمر. تسلم ايديك يا احسن ترزي في السوق. تسلم ايديك.
بصي انا مش بقول لك كلام مشجع، لا يعني بخلاف الحشمه في جمال وفي تناسق في كل حاجه حلوه. فصلتيهم بقى في قد ايه الفساتين دي؟ في 3 ايام، كنت زنقاه جدا. ما هو ما لو اتاخر الموضوع يبقى صعب.